فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين شهدت اهتمام كبير بطلبة الجامعات، ده من خلال تنظيم أسبوع كورال الجامعات ضمن المهرجان، طبعا علشان يعبر طلاب الجامعات المصرية عن مواهبهم، وكمان ده بيساعدهم بالتأكيد على تنمية قدراتهم المختلفة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو إبداعية. النهاردة دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قال إن هو سعيد جدا بمشاركة شباب الجامعات في مهرجان العلمين، أكيد دي فرصة ليهم علشان يكتشفوا العلمين الجديدة وعلشان يقدروا ان هم يعبروا عن مواهبهم من خلال الكورال اللي تم تنظيمه. على العموم هنتعرف اكتر على تفاصيل الخبر ومعانا مداخلة هاتفية مع دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها. مساء الخير يا دكتور، بنرحب بحضرتك. طيب لسه دكتور ناصر مش معانا، وزي ما قلنا لسه بنتابع معاكم كل الفعاليات والاحداث اللي موجوده في مهرجان العلمين الجديده. ويك اند قوي منتظرينه بمجموعه من الفعاليات وكمان المباريات الرياضيه المستمره دايما والفرصه اللي بتتاح لطلاب الجامعات المصريه ان هم يشاركوا في انشطه متميزه وان هم كمان يكتشفوا منطقه جديده. معانا دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعه بنها على التليفون. دكتور ناصر مساء الخير، برحب بيك. مساء النور يا استاذة ليلى وبالسادة المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا دكتور، وعايزين نعرف اكتر عن تعليقك على المشاركة الطلابية الكبيرة في مهرجان العلمين في نسخته الحالية، شايف المشاركة دي ازاي؟ بتقيمها ازاي يا دكتور؟ اسمحي لي في البداية يا استاذة ليلى ان اشارك حضرتك الرأي ان مهرجان العلمين في دورته الثانية دي بتأكد ان مصر قادرة على تنظيم اكبر حدث ترفيهي وثقافي في الشرق الاوسط. المهرجان بيضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية الى جانب طبعا معارض وعروض ترفيهية في اكبر وجهة اقليمية سياحية وترفيهية متكاملة هي مدينة العلمين الجديدة. مدينة العلمين الجديدة المهرجان بيقدمها انها مستقبل مصر السياحي. حقيقة أستاذة ليلى أن في الدورة الثانية للمهرجان وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي شاركت الجامعات المصرية في الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية للمهرجان، وجامعة بنها كانت ضمن الجامعات اللي شاركت على مدار الأربع أيام اللي فاتوا في العديد من الأنشطة، كان أهمها طبعا كورال جامعة بنها قطرات الندى اللي فاز بالمركز الأول في مسابقة إبداع 12 اللي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من الطبلهات الغنائية اللي بترجعنا للتراث والزمن الفن الأصيل وروائع النغم. جامعة بنها كمان شاركت بطلابها في مسابقة خماسي كرة القدم واللي فاز على مستوى الجامعات في المهرجان ده بالمركز الأول. حقيقة كمان إن جامعة بنها شاركت في مسابقة الفنون التشكيلية وحصل ابننا الطالب محمد عمر الزرقاني على المركز الأول. عايز أكد معاكي يا أستاذة ليلى إن مشاركة جامعة بنها والجامعات المصرية في المهرجان في الدورة دي كان له تأثير إيجابي جدا على الطلاب وزيادة شعورهم بالفخر والانتماء ببلدهم وما حققته الدولة المصرية من نجاح جعل العلمين الجديدة مدينة سياحية عالمية. جامعة بنها يا أستاذة ليلى زيها زي كل الجامعات ووزارة التعليم العالي حريصة على دعم جميع الطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات والأنشطة الطلابية، وبنشكر الشركة المتحدة إنها هتنظم أسبوع لكورال الجامعات المصرية. الحقيقة يعني مشاركة مميزة وطلبة متميزين في جامعة بنها، لكن يا دكتور بالنسبة للمشاركة تحديدا في مهرجان العلمين الجديدة شايف أهمية ده إيه بالنسبة لطلاب لسه بيتعرفوا على مكان جديد أو يمكن بعضهم ما شافش المكان ده في مصر وشاف قد إيه هو أصبح مكان مختلف من مجرد مكان كان مليان بالألغام لمنطقة تحولت لمنطقة سياحية بتجذب السياح من مصر والعالم كله؟ حقيقة طلابنا مبهورين بحجم الإنجاز اللي حصل في العالمين الجديدة واللي بيأكد قدرة الدولة المصرية اللي بتحول الحلم لحقيقة واقعة. الطلاب فخورين بهذا الحدث الضخم اللي بتنفذه الشركة المتحدة للسنة التالية على التوالي، مبسوطين بحجم الإنجاز اللي حصل، فده بيعزز من دور الولاء والانتماء عنده. الخطوات اللي ممكن تنفذها الجامعات المصرية علشان تطور من المواهب الشابة اللي بتشارك في مهرجان العالمين السنة دي، ايه اللي ممكن جامعة بنها تعمله علشان تدعم الشباب المتميزين عندها سواء في الكورال او في الأنشطة الرياضية المختلفة التانية؟
الجامعه بتدعم الموهوبين سواء كان دعم لوجيستي او دعم فني وتقني او دعم مالي، حريصين ان الموهوبين في مختلف المجالات يظهروا من خلال الانشطه الطلابيه سواء اللي بتنظمها الجامعه او بتنظمها الوزاره كمسابقات قمية بين الجامعات وبعضها. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعه بنها، نتمنى التوفيق للطلبه وان هم فعلا يقدموا حاجه متميزه من خلال مشاركتهم، مشاركه الكورال او مشاركتهم في الانشطه الرياضيه المختلفه.